بيان جمهوري ناري وعاجل من الرئيس السيسي، ننشر لحضراتكم التفاصيل. وبخصوص سد النهضة، السودان يوجه تحذيرا خطيرا لإثيوبيا وعاجل تطورات خطيرة في الحرب الأهلية بإثيوبيا، بننشر لحضراتكم التفاصيل. وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد قضية الجن والعفاريت، والسودان يكشف عن خطوة جديدة ضد سد النهضة، وعاجل وزير الأوقاف يصدر تحذيرات بشأن صلاة العيد. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وبيان جمهوري ناري وعاجل من الرئيس السيسي. أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري. رئيس عبد الفتاح السيسي استقبل مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسفير محمد الذويخ سفير دولة الكويت بمصر. سفير بسام راضي صرح بأن الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي طالبا نقل تحياته لأخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكدا على ما تتميز به العلاقات المصرية الكويتية من خصوصية وحرص مصر على مواصلة تطوير التعاون بين مصر والكويت في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات الرسمية والشعبية، مع الإعراف في هذا الإطار عن التقديم للرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية المصرية في الكويت. من جانبه، نقل مرزوق الغانم إلى الرئيس تحيات أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أكد اعتزاز الكويت بالعلاقات التاريخية بين مصر والكويت. شهد اللقاء تباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين مصر والكويت في جميع المجالات، وذلك على المستوى البرلماني، فضلا عن التشاور تجاه المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد الرئيس ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري. أشار إلى أهمية الاستمرار في التنسيق المشترك الحثيث بين كافة الدول العربية لمواجهة التحديات التي تموج بها المنطقة، وذلك على خلفية ما تمر به الدول العربية وما تمتلكه الدول العربية من طاقات وقدرات ضخمة. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وسد النهضة. السودان يوجه تحذيرا خطيرا لإثيوبيا. أكد وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس أن مسألة تبادل المعلومات التي اقترحتها إثيوبيا لابد أن تكون عبر آلية ووفق اتفاق، وليس هبة تمنحها إثيوبيا وتمنعها حين تريد، مطالبا بضرورة تمليك السودان كافة المعلومات حول الدراسات البيئية وسلامة السد. وزير الري والموارد المائية السوداني بحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي ملف سد النهضة الإثيوبي وسير المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا للتوصل لاتفاق. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وعاجل تطورات خطيرة في الحرب الأهلية بإثيوبيا. وقال إقليم أمهر الحليف لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إنه سيشن هجوما على قوات إقليم تجري التي تتقدم بالأراضي الخاضعة لسيطرة أمهرة، ما قد ينقل الحرب الأهلية في إثيوبيا إلى مرحلة جديدة. بحسب وكالة رويترز البريطانية، تعهدت الجبهة الشعبية لتحرير تجري التي استعادت السيطرة على معظم مناطقها الأصلية في الأسابيع الثلاثة الماضية بعد الانقلاب المفاجئ في حرب الثمانية أشهر، باستعادة غرب تجري، وهي مساحة واسعة من الأراضي الخصبة التي تسيطر عليها قوات الأمهرة التي استولت عليها خلال الصراع. قال رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي سحب قوات الحكومة المركزية فجأة الشهر الماضي من معظم مناطق تجري يوم الثلاثاء، إنه لا يزال مصمما على صد أي تهديد لجبهة تحرير تجري. كان هذا بمثابة تحول في خطاب أبي، الذي كان قد أكد في السابق على وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي سخرت منه الجبهة الشعبية لتحرير تجري،
باعتباره مزحة تهدف إلى تبرير انسحاب قواته. وقال متحدث باسم الحكومة أمهرة الإقليمية أن السلطات هناك تحشد قواتها لشن هجوم مضاد ضد تجري. ونقلت مؤسسة أمهرة الإعلامية الحكومية في المنطقة عن المتحدث باسم أمهرة أن الحكومة الإقليمية انتقلت الآن من الدفاع إلى الهجوم. وأضاف أن ميليشيات أمهرة وقوات الخاصة كانت تحاول بشكل منهجي الدفاع، ولكن صبرهم نفذ، وبدءا من اليوم قمنا بشن هجوم عليهم. ولم يرد على طلبات الحصول على مزيد من التعليقات. ودعت الحركة الوطنية في أمهرة، وهي حزب سياسي إقليمي كبير، ميليشيا متطوعة غير نظامية تعرف باسم فانو إلى التعبئة. لطالما كانت تجراي الغربية موطنا لعدد كبير من السكان من كل من تجراي وأمهرة، وقد يؤدي تجدد القتال بين اثنتين من أكبر المجموعات العرقية في إثيوبيا على الإقليم إلى دفع موجة أخرى من اللاجئين من الصراع الذي أجبر بالفعل مليوني شخص على ترك ديارهم. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز، ويعني في تطورات كبيرة دلوقتي في إثيوبيا، محدش يعني هينقلك الصورة كاملة بخصوص هذا الأمر، لأن الأمر معقد جدا في إثيوبيا. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد قضية الجن والعفاريت. قررت جهات التحقيق في مصر حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية الآثار الكبرى بعد ثبوت علاقته برجل الأعمال حسن راتب وبعض المتهمين في قضية التنقيب عن الآثار. كما قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة للمرة الثانية تجديد حبس حسن راتب رجل الأعمال لاشتراكه مع علاء حسنين نائب الجن والعفاريت في التنقيب عن الآثار وتهريبها 15 يوما على ذمة التحقيقات. جهات التحقيق قررت تشكيل لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو وإحدى شركات الاتصالات لفحص الهواتف المحمولة لكل من رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسنين وشقيقه عز الدين وآخرين، وتفريغ محادثات واتساب والمكالمات الهاتفية وإرجاع الفيديوهات المحذوفة من الهواتف في القضية المعروفة إعلاميا بالآثار الكبرى وقضية الجن والعفاريت. مصدر معانا كان من صحيفة أخبار اليوم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والسودان يكشف عن خطوة جديدة ضد سد النهضة. وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي أعلنت إن السودان هيدرس إمكانية اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على خلفية التصرفات الإثيوبية بخصوص مشروع سد النهضة. الوزيرة قالت في حديث لوكالة سبوتنيك الروسية السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة بما في ذلك الدعاوي القضائية، ولدينا فريق كامل يعمل على هذا الشأن. لدينا إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع بالأمم المتحدة، ويقوم الخبراء الآن بالعمل على هذه الإمكانية، وسوف يقررون ويعلنون ما يمكننا فعله بالضبط. وردا على سؤال عن توقعات الجانب الإثيوبي من قرار الأمم المتحدة المحتمل بهذا الشأن، قالت الوزيرة السودانية إن الخرطوم شرحت للمنظمة العالمية وخاصة لمجلس الأمن كهيئة مسؤولة على السلام كيف أن الإجراءات الأحادية لإثيوبيا تهدد السلام والأمن في السودان. فلقد أصابت السودانيين العام الماضي وأصابت منذ شهرين وتصيب الآن لأن الإثيوبيين يخالفون قانون الدولة بإصرار. واتهمت المهدي إثيوبيا بانتهاك مبادئ حسن الجوار، وأضافت نتوقع من مجلس الأمن الدولي إصدار تعليمات واضحة للدول الثلاثة لاستئناف المفاوضات بحسن نية وأن يتم الاتفاق بأقصى سرعة، فلدينا الآن 122 شهرا من المفاوضات غير المثمرة، وهذا تهديد مباشر لأمن السودانيين والمصريين. لذلك نحن ننتظر من الأمم المتحدة أن تظهر مسؤولياتها وتقودنا لإبرام اتفاق قانوني في فترة قصيرة من الزمن. أعربت الوزيرة قناعتها بأن فترة 6 أشهر أكثر من كفاية لتحقيق هذا الهدف. شددت المهدي على أن السودان كان يتعاون مع إثيوبيا منذ البداية في تطوير منطقة النيل الأزرق، وكان يأمل في أن يفيد سد النهضة الدول الثلاثة على حد السواء باعتباره أكبر محطة للطاقة الكهربائية في القارة الإفريقية، غير أن أديس أبابا تخلت عن التعاون إذ قررت العام الماضي في إطلاق عملية ملء السد من جانب واحد. وحذرت الوزيرة من أن الملء الأحادي جانب ضار للغاية بالنسبة للسودان،
وسيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد وسلامة الناس وسياسيا، لافتة إلى أن هناك مشكلة خطيرة أخرى، وهي مشكلة الثقة بين السودان وإثيوبيا. وعقد مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي جلسة خاصة بمناقشة مستجدات ملف سد النهضة على خلفية إعلان إثيوبيا عن إطلاق المرحلة الثانية من ملئه من جانب واحد. مصدر معانا كان من سبوتنيك، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. وزير الأوقاف يصدر تحذيرات بشأن صلاة العيد. أعلن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة أن المساجد ستشهد إقامة صلاة عيد الأضحى 2021، مؤكدا أنه سيتم السماح بالصلاة في المساجد الكبرى فقط. وزير الأوقاف المصري حذر من فتح الزوايا والمصليات ومصليات السيدات، وأكدت وزارة الأوقاف في بيان أصدرته يوم الأربعاء ضرورة الالتزام ب 15 شرطاً لفتح المساجد وأداء الصلوات بها، بما في ذلك صلاة عيد الأضحى 2021، والتي تأتي في مقدمتها ارتداء الكمامة إجباريا للمصلين والعاملين. وأطالبت الوزارة المصلين باصطحاب مصلية الشخصية ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي واستمرار غلق دورات المياه. الوزارة أكدت استمرار عدم فتح الأضرحة واستمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، واستمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الرسمية، وعدم السماح بإقامة أي موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بالساحات ولا بملحقاتها. مصدر معنا كان من صحيفة الوطن. كل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله عيد سعيد على حضراتكم. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم بإذن الله. أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.